بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو صلى الله عليه وسلم يبيع الناس، وقد فرغ من بيعة الرجال فبايع النساء. اجتمع إليه نساء قريش يبيعنه، وقد اشتهر في السيرة أن هند بنت عتبة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار بينها وبينه حديث. رواه ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والطبري في تاريخه، وأبو يعلى والحازمي وغيرهم بأسانيد كلها تكلم فيه أن النساء أتينا يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة، وقد تقدمنا ذلك وذكرنا أنها بقرة يعني بطنه مثلت به. قال: فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثها ذاك. فلما أن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعنا على أن لا تشركن بالله شيئا، قالت هند: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. قالت هند: قد كنت أصيب من مال أبي سفيان. فقال أبو سفيان وكان شهيدا: فما أصبت من مالي فيما مضى فهو حلال لك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين. قالت هند: هل تزنين حرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن. قالت هند: قد ربيناهم صغارا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا. قال: فضحك عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة. قالت: نعم، فاعف عما سلف عفى الله عنك. فهذا على شهرته لم يصح سنده.